لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضجت صفحات ناشطة على تويتر وفيسبوك منذ قليل بالحديث عن المؤثرة الجزائرية شيراز العنابية المعروفة بسمعتها السيئة في الجزائر وولاية عنابة، ولن تصدق ما فعلته، ما جعل السلطات الأمنية تقوم بتوقيفها على الفور. تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل، ويلا بينا على الفيديو. قالت العديد من الصفحات الموقوفة الناشطة على فيسبوك أن شيراز العنابية تم توقيفها من طرف الشرطة ووضعها تحت النظر، وجاء قرار توقيف هذه الفتاة الذي يتابعها الملايين من الجزائريين وهي تحت النظر الآن. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. اكتب لنا رأيك في خانة التعليقات حول موضوع شيراز العنابية، وهل أنت تحبها؟ ونشوفكوا الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.